أعزائي المشاهدين، أهل مصر في كل مكان، أهلا بكم بمحافظة الفيوم. واليوم قصة مأساوية ولغز من ألغاز سفاح الفيوم الذي قام بخطف الطفل توفيق ممدوح الذي كان يعمل على توك توك بمركز إطسا، وقام بقتله وألقاه في إحدى المصارف المائية، وقام بسرقة التوك توك لجاي يقوم بتقطيعه وبيعه أجزاء لبعض المحلات. وكثفت يوميها مباحث مركز إطسا المقدم أحمد عبد الحكيم التحريات لحد لجاي يوصلوا للقاتل، قاتل الطفل توفيق ممدوح الذي يبلغ من العمر 12 عاما وبيشتغل على توك توك يساعد أمه وأبوه للظروف المعيشية. وتم تفريغ الكاميرات حتى تمكنوا من الوصول لقاتل الطفل توفيق ممدوح البالغ من العمر 12 عام. وظهر أن الجاني والمتهم يدعى هاني أحمد جمعة، مقيم بقرية بجيجة التابعة لمركز الفيوم، وتم ضبطه. وأثناء التحقيق ظهر مفاجآت، قال الجاني والسفاح هاني أحمد إن الطفل ليس هو الضحية الأولى له، فقد في خلال شهر رمضان قام بقتل صديقه وتقطيعه إلى أجزاء وألقاه في أحدى المصارف المائية بالفيوم بسبب خلافات مالية، مرة يقول بسبب البحث عن الآثار، كل شوية بيطلع بكلام. قتل طفل وقتل صديقه قربانا لفتح مقبرة للآثار. واحنا دلوقتي معانا أم الضحية التانية، واحنا ما بنعتبروش ضحية، ممكن يكون مخطوف لسه وممكن يكون مثل ما اعترف به المتهم. هنعرف من أم محمد بدر، واللي طبعا بنقول انه هو الضحية التانية، بس بنقول لسه ما نعرفش ايه نصيبه، هل هو فعلا تم قتله او مازال مختطف. هنعرف من أم محمد بدر صديق السفاح القاتل هاني أحمد جمعة ابن قرية بجيج مركز الفيوم، هنعرف ايه الحكاية كلها. احكي لنا الحكاية يا أم محمد، هو ابنك البكري؟ ايوه ابني البكري. قول لنا هو اختفى ازاي ومن امتى، وايه علاقته بالمتهم هاني اللي قتل الطفل توفيق ممدوح؟ علاقته ان هو شغال في كافيه وابني بيقعد على الكافيه، مش اكتر من كده، متعرف عليه من عن طريق الكافيه. وفي يوم 20/3 اتصلت مراته الساعة 5 الصبح. 20/3؟ ايوه. يعني قبل رمضان بيومين. قبل رمضان بيومين. قالت جوزي نزل الساعة 9، من ساعتها ما جاش. الساعة 9 بالليل ولا الصبح؟ بالليل. 9 بالليل ما جاش. ما جاش. خدنا ندور، اتصل الواد هو الزفت هاني ده على احمد وقال له تعالى خد العربية بتاعتك. اتصل على اخوه محمد. ايوه. على اخوه، على ابنك الثاني. ايوه. اهو اخوه ده. قال له تعالى خد عربية اخوك. اخوك ركب، قال تعالى وصلني العربية تانية. جات له عربية تانية وقالت له، وقال لي تعالى وصلني ليها، وركب مع واحدة ومشي. ده هل يقول لاخوه؟ ايوه. ان اخوك جات له عربية ومعاها أيوة. واحدة ست وركب. ايوه ومشي. ايوه. وانا سامع في التليفون كلمة اسكندرية. ده من اللي بيقول ده هاني. المتهم هاني. ايوه. راح اخوه خد العربية، ونتصل على هاني، رد قال لهم تعالوا خدوني من البيت. راح ياخده من البيت،
قال لهم الموبايل بتاعي بايظ، انا عايز انزل اصلح الموبايل واجيب وهاجي اخليكم تكلموا محمد. رنيت انا على هاني قال لي انت قلقانه؟ لا يا حاجه، ده محمد راح مشواره جاي. يا ابني راح فايه ديك يرضيك؟ قال لي انت عامله موله، ده راح مشواره لحد اسكندريه وجاي. قلت له يا ابني وانت تعرف حاجه عنه ان هو متجوز من ورانا ولا من ورا بيته ولا 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 ولا؟ قال لي ما يمكن. وخلاص على كده واختفى هاني. اختفى هاني كام يوم؟ لحد ما اتمسك. يعني اختفى لمده شهر اكتر. هو خد بقى العربيه خدها ورجع بيها فاضيه قبل ما يديها لاخوه، قبل ما يديها لاخوه، وفيها فيزه، فيها تلفونه، فيها بطاقته، فيها كل حاجته زي ما هي. يعني هم مش عايزين وقاصدين الا الشخص بس. التلفون بتاع ابني هو اللي جابه، هو اللي جاب هاني، كان داير يبيعه وراح يبيعه اتقفش. طبعا اللي خده فتحه، لما فتحوا الحكومه متبعاه، راحوا متصلين عليه قالوا له اتصل على هاني، وهو بيتصل على هاني راحوا جايبينه الاثنين. كده اتقفش مين؟ هاني. من ساعتها واللي انت عارفينه بقى، والتحريات والعذاب وما اعرفش ايه، واللي انتوا عارفينه ده كله اللي رسيته لحد دلوقتي. والحكومه قالت في بحث وفي ميه ومش عارف ايه على كلام الواد، مش لاقيين حاجة. طب مين اللي بلغ بوفاة انه تم قتله؟ النت والمباحث والحكومة. الحكومة قالوا طالما الواد قال مات يبقى هو مات، وممكن يطلع له شهادة وفاة. ما سألتوش فين جثته؟ فين الأداء اللي عايزين فيه؟ عايزين جثة ابننا ان شاء الله يكون حتى صباع. الحكومة كانت بتاخد اخواته ودايرين بالفرق الانقاذ والبتاع اللي بيدور في الميات والبحور اللي الواد قال عليها. مفيش. انتوا محتاجين دليل يثبت انه تم قتله. بالظبط. طالما ان مفيش دليل يبقى هو ما زال عايش. الله اعلم. الله اعلم. احنا دلوقتي عايزين حقنا، يا اما نعرف صاحبه يا اما الجثه بتاع ابني بس. طيب وقلب الام؟ قال لا محمد بدر لا موجود. ايوه عايش. ايوه ايوه متوقع انك هتشوفيه؟ يا ريت يا ريت، عايزه اشوفه بس حي او ميت، حتى لو مات في محبسه موتوه او هو مات من الحبسه اشوفه الاقيه. بس مش طالبه حاجه، انا مؤمنه بقضاء ربنا. انا عاوز سؤال واحد، قلب الأم بيدل عن إيه؟ قلب الأم بيقول إنه موجود لسه عايش. أيوه يعني بس برضو كبير. العلم عند مين؟ عند الله طبعا. وأنا مؤمنة بالقدر، حتى لو قاعد جنبي هيموت. طب وبالنسبة لكلام المتهم إنه ذبحوا قربانا لفتح مقبرة آثار؟ كذاب كذاب كذاب. طب لو فعلا قتلوا ليه؟ انت قلت ما اعرفش عنه حاجه لانه مش قاعد معايا، وتحركاته مش معايا ولا جنبي ولا بشوفه. اخواته قاعدين قريبين مني ببقى عارفاهم بالتليفون، بجيبهم في دقيقه. طب انت ايه طلبك دلوقتي يا حاج؟ ابني ميت او صاحي بس اعرف طريقه، بس طريقه في الحكومه يعني معرفش نجيبه ازاي، معرفش. لا ميت اعرف طريقه ونجيبه. يعني انت ما زال احساسك انه هيجي يخبط على بابك ويقول لك انا بس برضه الله اعلم، بس برضه الله اعلم، بس انا عندي ايمان بالله. انا عاوز قلب الام بيبقى دليل. قلب الام محتار، قلب الأم في حيرة، قلب الأم مش عارف، قلب الأم مش عارف. قلب الأم قول كده وصحي قول كده، صحي قول كده وصحي قول كده. ابني أول ما شفت ابني ده نايا محترم ومؤدب وكل حاجة وناجح.
وكل حاجة كل حاجة، ومعروف في الدول الأجنبية قبل العربية، قبل لو اتصلوا على البلاد الأجنبية هيقولوا لهم سمعته محمد. بس لكن غير كده حد عامل في حاجة أي حد متولس عليه حسبي الله ونعم الوكيل، ما اقدرش اقول اكتر من كده. بس وانا مش طالبه اي حاجه من اي حد، طالبه ابني يا جثه يا صاحي بس. ولو مات اعرفه ازاي انه مات وفات؟ ومين يورهوني؟ ومين يقول له انه مات؟ مين؟ مش عارف. طلبك الأخيرة يا حاجة؟ ابني، ابني جثة أو صاحي، أعرف مكانه بس. بس إن شاء الله أي تسمع خبر حلو يا رب، تلاقيه خبط على بابك وجه اترمى في حضنك يا رب زمان، يا رب ونام على حتة الزلزال يا رب يا رب. وقلب الأم داريته معانا دلوقتي، واللي خلقك كنت كان يجي يبص على راسي أبص على إيده، وهيقعد جنبي ابص مع صباع، ابص على كتفه وابص على بقه وابص على مناخيره وابص في عينيه وابص في كل مكان فيه طول ما هو قاعد يضحك واكنه بيتريق عليا، وانا ببص فيه واحب فيه. اولاده فين دلوقتي يا حاج؟ مع امه، مع امه، مع امه. كنا بنجيبهم كل يوم رمضان، جدهم بيجيبهم كل يوم رمضان ساعة العصر يفطر ويوديهم بالليل ويلعبوا ويهيصوا ويصرفوا كل حاجة، مش محسسينهم بأي حاجة. طيب ناخد برضو كلمة من عمة الأستاذ محمد بدر اللي ما زال لغزه واختفائه لغز من الألغاز، لغاية الآن لم نوصل إلى جثته، لغاية الآن لم نتعرف أين هو. فهتكلمنا عمته اللي ربته وعاشت معاه العمر كله، وهو كان من عنده 38 سنة لغاية ما تم اختفاءه. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. محمد بدر بالنسبة لنا ابننا، راجلنا، حبيبنا، سندنا، كل حاجة، لأنه شخصية متعلمة، مفكر، ناضج، ناصح، ذكي، كل حاجة حلوة فيه. كان بيشتغل ايه؟ مؤدب، فتح مكتب استيراد وتصدير، شركة استيراد وتصدير للأعشاب النباتية. محمد يوم 20/3 الساعة حوالي 9 أو 9:30 كده على حسب مراته ما قالت، نزل يجيب عشاء لأولاده. الفجر اتصلت بأخوه قالت له محمد ما وصلش لحد دلوقتي، هما بيلفوا على محمد. قالت وانا بلف على محمد لقيت عربية محمد عند كافيه الهنا. كافيه الهنا ده بتاع المتهم اللي بيقول انا قتلت. هو صاحب الكافيه ولا شغال؟ لا، كافيه الهنا صاحب الكافيه هاني صاحب. ايوه، هو محمد ابن اخوك. عنده كام من الابناء وعندهم كام سنة؟ اربعة. عنده اربع اولاد، الكبير في الاعدادية والبنت في اولى اعدادي والواد الصغير في رابعة والبنت الثانية ما كملش 3 سنين. محمد مين اللي جابها هنا؟ قال له ايوه، ما المفاتيح اهي. محمد قال لي انا رايح مشوار وجاي، ولو اتاخرت بادي لاخويا المفاتيح. طب يا هاني اخويا فين؟ احنا اخوه بحسن نية ان ده صديق وكل معاه عيش وملح ودخل بيوتنا وشفناه، بس ما توقعناش ان هو يبقى سفاح بالطريقة دي. حتى ولو ما قتلش ابن اخويا، قتل طفل بريء، ما عرفش هو قتله ليه. قتله عشان عاوز بيبحث عن الاثار. والله احنا ما نعرف عن الموضوع ده حاجة خالص، يعني اقسمت لك بالله ما نعرف عن الموضوع ده حاجة خالص، يعني هو لان موضوع التوك توك والولد ده كان قبل ما يمسكوا هاني. لان هاني اساسا متغيب من يوم ما خطف ابن اخويا في نفس اليوم. انا اتصلت بيه في نفس اليوم، اتصلت بهاني لما بلغوني قالوا لي محمد جه عندك، قلت لهم لا في ايه، قالت لي ده هاني عطى المفتاح لاحمد اخوه وقال وبيقول كذا كذا كذا. اتصلت بهاني، يا هاني
محمد فين؟ قال لي انتوا عاملين لي فرح ليه؟ كلكم عمالين تقولوا لي محمد فين محمد فين؟ معرفش انا محمد. قال لي هو صاحب محمد بقاله كام سنه؟ من زمان يعني كان صاحب محمد بقاله يجي 10 سنين يا سيدي. ده كان بيجي عندنا ودخل كان بيجي كلنا. ايوه كأنه هو والدته ذات نفسها بتقول محمد كان بيجي يحن علينا. والده هاني قالت محمد بيحن علينا. ورد المتهم قالت محمد بيحن علينا. الناس وهم بيوروا لها الصوره قالت محمد في الراجل ده. قالت ايوه قالت ايوه اعرفه ده راجل بيحن علينا وبيجيب بيحن علينا وبيجيب لنا حاجات بيحن علينا. الراجل ده راجل امير كان صاحب ابني وبيحن علينا. يعني هو يعرف المتهم من قيمه 10 سنين. ايوه وفجأة احنا عاوزين نفك برضو بعض الالغاز. ما احنا الالغاز كلها في هاني. الالغاز كلها عند هاني. كل الالغاز عند هاني لان العربية اساسا الكاميرات جايبة محمد بدر مشي بالعربية وهاني وراه بموتوسيكل. والمباحث عندها الكلام ده. هاني وراه بموتوسيكل وفرق ساعات. هاني رجع بالعربية ومعاه واحد سايق العربية ومحمد مش معاه. يعني معنى كلامك ان هاني ليه شركاء؟ اكيد هو واخده مسلم. واخده مسلم لمين؟ عطال مين؟ قتله هو ومين؟ ها؟ يعني معاه شركاء؟ اكيد. هو كان قال في بعض التحقيقات ان هو ذبحه قربانا لمقبره اثريه. اللي يثبت يقول اللي يقوله هاني. ادوني اثباتات. لا هاني بيقول انه قتل محمد قربانا عشان بدمه يفتح بيه المقبره. احنا ما سمعناش طول عمرنا وهاني كان بيبقى معاه ما سمعناش عنه حاجه غير ان محمد كان بيقول ده ولد على يعني اما بيقول لي اديني حاجه محمد بديله. ان هو يعني مش بسيط. ان هو بسيط. ما سمعناش عن المواضيع دي خالص. بس هاني رجع بالعربيه لوحده. طب وداه فين؟ ما هو ده اثبات ان هاني وداه فين؟ بيقول ذبحته. احنا مشكورين الاستاذ احمد الباشا احمد طرفايه والباشا هاني. الحكومه مشكوره بما يرضي الله. قاموا قصدك على المقدم احمد طرفايه؟ ايوه الباشوات هاني مفتش البابا بالظبط كده. انا مش بعرف القاب معلش. ايوه قاموا وقاموا معانا ولحد الان. بس احنا اتفاجئنا. احنا كان عندنا امل بقى نقول لو هاني ظهر اللغز هيتفك. وفعلا هاني ليله العيد مسكوه. ولما هاني ظهر كل يوم بقى اسباب بتحصل. كل يوم اسباب بتحصل مع هاني. كل يوم اسباب بتحصل مع هاني. كل يوم هاني بيقول كلام غير الكلام اللي قاله. ايه اللي انت في الطبيعه يا حاج؟ هو الحكومة قالت مات واحنا قلنا إن لله وإنا إليه راجعون. طالما هاني موته يبقى هاني الحكومة هتجيب حق محمد. يبقى عايزين الجثة ندفنها عشان الناس تعزينا. أو جزء هو قال. هو قال قطعوا ماشي قطعوا اللحمة لو داب ولو اتشوه. العظم موجود والعظم ما بيدوبش. العظم ما بيدوبش وبتحليل العظم نعرف ابننا ولا لأ. انما دلوقتي لو جابوا لنا محمد ميت يبقى في وراه حاله. يبقى في وراه لغز. لان لحد دلوقتي لو هو متقطع ومات من البحر اكيد هيلاقوا حاجه ان هو متقطع او متمرمي بقاله زي ما هاني ما بيقول ايام. انما هاني دلوقتي في لغز. في لغز مع هاني. وانا بناشد كل المسؤولين وبناشد كل المصريين وبناشد كل الوزراء وبناشد كل انسان في مصر يجيب حق محمد. محمد فين؟ محمد لو هاني موته من 40 يوم زي ما بيقول يجيب لنا عظمه ويثبت ان هو من 40 يوم. محمد حي يبقى يجيبوا لنا محمد. مش عايزين اكتر من كده. باذن الله وان شاء الله الايام اللي جايه ان شاء الله تكون ايام سعيده. يا رب يرجع محمد. يا رب ويرجع حضن اولاده الاربعه. يا رب وان شاء الله التوفيق. يا رب هتكتشف عن قريب. في رب موجود وفوضنا الامر لله. معنا برضو ان نتكلم مع اخو محمد اللي هو الضحيه رقم 2 لسفاح الفيوم. عرفنا بنفسك وحكي لنا ايه الحكايه.
احمد بدر احمد محمد اخو محمد بدر. عرفنا الحكايه يا احمد يا باشا. عرفنا الحكايه وعاوزين نوصل للالغاز. القضيه بتاعت سفاح الفيوم فاهمني دي الغاز، قتل طفل عشان يسرق التوك توك وبيقول عشان يصرفوا على اكتشاف مقبره اثريه، عشان يصرف على استخراج اثار، وقتل طفل وباع التوك توك. في الاعترافات انه قتل كمان اخوك فاهمني قربانا عشان يفتحوا المقبره، لا فين جثته؟ مش لاقيين جثته. انت برضو بسبب الاحداث اللي فاتت يا ريت تفهمنا وفهم المشاهدين، عاوزين نحل اللغز زي ده، عاوزين نعرف محمد فين؟ هل هو مات؟ طب فين جثته؟ وليه ما يتمش يعني اتعاقب اكتر واكتر مع هادي؟ يعرفنا اذا كان هو رماه موته، حتى لو قطعوا رماه والسمك كان لحمه هيسيب عظمه. لو هو عايش ولسه مختطف وحد خطفه او فيه شركاء عاوزين نعرف. انت برضو اخوه انت ليك غير محمد من اخوة صبيان؟ اه ليه محمود بس مش موجود دلوقتي. اه يعني انتوا اخوة وهو اكبركم، فانت يا ريت تفهمنا وتعرفنا. بص يا باشا اللي حصل، مراته رنت عليا الساعة 5 الصبح قالت لي احمد اخوك برن عليه تليفونه مقفول ولحد دلوقتي ما جاش. فانا نزلت الف في الفيوم بالعربيه بتاع اختها، نزلت تلف يمين وشمال، لقيت العربيه بتاعته واقفه عند كافيه الهنا بتاع هاني. فانا رحت لقيت الصنايعي هناك، بقول له العربيه دي، قال لي جابها هنا. والعربيه دي جت ازاي هنا؟ قال لي يا باشا العربيه دي اخوك جابها هنا ومعرفش حاجه، دي اسال هاني. ارن على هاني قال لي احمد جاي لك ربع ساعه وما يجيش، من الساعه 5 للساعه 8 عبال ما رد عليا. وفي الاخر خالص يا هاني طب اخويا فيا هاني، قال لي يا احمد اخوك ما تقلقش، اخوك موجود، اخوك انا عارف وفاء، اخوك ده مش عارف ايه، بس طب انت فيا هاني انا جاي لك. اخر ما تعبت منه قلت له شوف انت فيا وانا جاي لك. قال انا في البلد. قلت له طب يعني انا جاي لك؟ طبعا انا ما اعرفش والله باتوا فين ولا عمري رحت له البلد، هو قال لي بجيك رحت بجيك. وقفت بره على الكوبري، هو طلع لي ركب معايا ورحنا القهوه. يا هاني انت بتقول اخويا واحد اتنين تلاته، يبقى اكيد انت عارف اخويا فين. قال لي ده سر، ده سر وما اقدرش اقوله، اخوك موجود وعايش بس ده سر ما اقدرش اقوله. قلت له يا هاني عشان خاطر ربنا هنموت، قول لاخويا فا. قال اخوك راح ركب مع واحده عربيه وقال ده انا راح اتجوز في سيدي بشر. طب هل من المعقل ان في واحد يروح يتجوز في سيدي بشر من غير بطاقه ولا فيز ولا رخص خدت بكلامه ومفيش حسن نيه ان هو في غدر او في حاجه او 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 او. قلت له طيب يا ماشي، يعني انت دلوقتي يعني انا عايز اعرف اخويا فيها. قال لي احمد انا التليفون بتاعي بايظ. قلت له طب انا ذنبي ايه بالموضوع ده؟ قال لي انا عايز 500 جنيه اصلح الشاشه بتاع التليفون واقول لك اخوك فاه، اني بعمل حاجه او بعمل طريقه عن طريق التليفون بتاع اخوك وعن طريق التليفون بتاعي بيعرفنا اخوك فاه واسمعك صوته. قلت له اني 500 جنيه. في وقتها ابويا كان معايا، فابويا كان راجل كبير في السن وبيزعق وبتاع ملهوف على ابنه. قلت له طب يا هاني اودي ابويا البيت واجي لك. قال لي ماشي. وديت ابويا البيت ورجعت ما لقيتش هاني. سالت الصناعيه هاني فين؟ قالوا لي ده روح نام. رحت متصل بهاني ما ردش عليا. رحت بعت له رساله مع الصنايعي اللي شغال معاه، قلت له طب اكيد انت هيرد عليك مش هيرد عليا يعني. يا احمد طبعا انا عاوز اسالك سؤال، زي ما سالته لامك، قلب امك تقول ان اخوك لسه عايش، قلت لك ابني لسه عايش، انا حاسس انه عايش ويخبط عليا الباب. انت قلبك حاسس انا حاسس ان اخويا عايش ما ماتش، يعني حاسس ان اخويا عايش ما ماتش. اخويا مخطوف، اخويا مخطوف وحسب الله ونعم الوكيل، ولو اخويا ميت احنا راضيين بقضاء الله. طب المتهم مثل جريمته من يومين، يمثل وكان في حد منكم حاضر؟ انا رحت عشان احضر ما حدش دخلني، الحكومه كانت واقفه بره، رحت عشان احضر ما حدش دخلني. ما قدرتش تتواصل مع المتهم؟ ما حدش سالت، قلت للمحامي
قلت له يا باشا انا عايز اطلع اقعد مع الولد او اتكلم معاه او اطلع اشوف التحقيق او اطلع اعرف اي حاجه. قال لي ما ينفعش، رئيس النيابه منع حد يدخل من الخصم من اهل المجني عليه يدخل النيابه خالص. طب وانت بتطالب ايه دلوقتي؟ انا بطالب يا باشا بحاجتين اتنين، لو اخويا عايش يرجع، ودي بتاع الحكومه مش بتاعتي، دي بتاع الحكومه مش بتاعتي. اخويا لو عايش يرجعوه، اخويا لو ميت يجيبوا لي جثته. ده اللي انا عايزه من الحكومه، مش عايز حاجه تاني. انا دلوقتي معترف بقضاء الله، انا عايز دلوقتي زي ما هم بيقولوا ان اخوك مات والاعتراف سيد الادله، زي ما الاعتراف سيد الادله هم معترفين ان اخويا مات، انا يا باشا كمان معاهم معترف ان اخويا مات، بس ما فيش موته من غير جثه. طيب يا احمد، هو كان المتهم بيقول انا ذبحته عملته قربانا للمقبره، هل اعترف المتهم بمكان المقبره؟ يا باشا هو معلومات بكده يعني؟ انا وصل لي معلومات ان هو كان بيقول ده انا بحفر في بيت في العمود بتاعهم، البيت في العمود ده بتقول ايه؟ اللي في العمود ده تبعهم، تبع محمد، البيت اللي في العمود ده انا اللي قاعد فيه، والبيت ده حضرتك اي حد من المسؤولين يجي يفتش في البيت اللي فيه بنسبه 0% ان كان في حد فحر ولا في حاجه، خد روحي. البيت ده يا باشا انا قاعد فيه. يعني المتهم كان بيقول ان هو كانوا بيحفروا في مقبره اثريه في احدى منازل محمد بدر اللي هو اخوه في منطقه العمود. وانت بتقول ان البيت ده انا اللي قاعد فيه ومعيشت فيه ومتجوز فيه. وبتقول للحكومه لا هو كذاب وتعالوا شوفوا البيت. يجوا يا باشا يتفرجوا، لو طلعوا بنسبه 0% ان البيت ده كان فيه فحر او كان فيه حاجه، يبقى اخوك مات. يبقى اخويا مات وانا مصدقهم. يعني هو كان بيتكلم على البيت اللي انت عايش فيه، كان بيتكلم على البيت اللي انا عايش فيه، بيقول البيت اللي تبع محمد بدر اللي في العمود. احنا مالناش بيوت تاني هناك في شارع العمود الا البيت ده اللي انا حاليا قاعد فيه، وحاليا دلوقتي وانا بكلمك وبناشد حضرتك انا اهل بيتي قاعدين دلوقتي حاليا في البيت. يعني هو ده كله عمليه مبررات عشان يفلت من القضيه. وبعد كده يا باشا حضرتك عمال يتنقل من كلامه، يقول كلام ويعيد كلام ويزيد كلام، مرة قتلت ومرة ماليش دعوة بيه، مرة لا أنا اللي ضربته بالنار، لا ما ضربتوش بالنار، لا احنا بنتكلم على حاجة واحدة. هو بيقول للفتحيات إنه قتله عشان المقبرة. طب إيه، ما فين قصة محمد بدر مش موجودة؟ طب فين المقبرة؟ طب ما مدلش هو نفسه على مكان، بيقول لك احنا حفرنا، مدلش على مكان المقبرة ليه؟ ما قالش. قولوا له بقى، اسألوه قولوا له فين المقبرة اللي أنت حفرت فيها؟ خلي الحكومة تسأله وتقول له فين المقبرة اللي أنت حفرت فيها. هو لما مثل الجريمة أول إمبارح، هل مثلها في بيت حضرتك ولا في بيت هو كان مأجره؟ ده بيت في الحواتم. بيت كان مأجره. بيت في الحواتم، بيقول أنا مأجره بقالي شهر. اللي كان بيقتل فيها ناس. ده ممكن يكون قتل فيها أخوك وغيره. الله أعلم بيه. طب أنت قول لي إيه مطالبك يا أحمد؟ أنا يا باشا مطالبي حاجتين اتنين، أخويا لو عايش الحكومة تعرفني مكانه انه عايش، مات تجيب لي جثته وانا معترف بكده. انا عايز حاجتين اتنين، جثته متشوهة والواد عمل فيها وسوى فيها وهبب فيها، معلش يا باشا العظم ما بيدوبش. انا يا باشا الطبيب الشرعي بيقول العظم ما بيدوبش، العظم بيسوس، لو قعد 100 سنة ما بيدوبش. العظم بيسوس، وده مش عظم لا مؤاخذة فرخة ولا عظم حاجة، ده عظم بني آدم. طيب يا أحمد، مرات أخوك ما حكتلكمش أي حاجة؟ ما هي دي مراته، ممكن تكون عارفه بعض الاسرار عنه، لان هو برضه مهما كان الزوج بيحكي كل اسراره لزوجته، ما قالش اي حاجه نقدر نوصل له او نقدر نوصل لخيوط توصلنا ليه. والله يا باشا انا حضرتك كل يوم والتاني انا واخويا وابويا ومراته كنا يوميا في القسم في المباحث، لو نعرف حاجه اكيد يعني اكيد 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 مش يعني مش هسكت، هقول مثلا حاجه انا عارفها عشان يقدروا يجيبوا اخويا، عشان يقدروا يعملوا اخويا، لكن انا لو اعرف حاجه اقول ليه؟ هخبي ليه؟ يعني من هنا انت بتناشد السيد مدير امن الفيوم. انا بناشد الدنيا كلها، انا بناشد الدنيا كلها. يا رئيس مباحث قسم اول، السيد المفتش العقيد هاني تعيلة، والناس دي يا باشا باعترافي جثته او اخوك، انا باعترافي الناس دي عملت فوق ما تتخيل،
انا بعترف ان الناس دي عملت فوق ما تتخيل. الناس دي عملت كتير معانا، كانوا بياخدونا بايدينا معاهم في الحملات، نروح يمين ونروح شمال. بس انا بطالب دلوقتي من كل الناس كلها، مش من حد معين، انا بطالب دلوقتي من وزير الداخليه ورئيسه الجمهوريه ومدير الامن والدنيا كلها. ده شاب مش قليل، ده شاب مش قليل، ده شاب عنده شركة استيراد وتصدير، مش حد قليل، ده رجل أعمال ناجح، ده رجل أعمال ناجح. أنا بناشد ورئيسة الجمهورية وبناشد وزير الداخلية وبناشد مدير الأمن وبناشد الدنيا كلها، أخويا لو عايش يرجعهولي، أخويا لو ميت يجيبوا له جثتي. وشكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، أهل مصر في كل مكان، كما شاهدتوا قصة مأساوية مع سفاح الفيوم الذي قتل الطفل الصغير لسرقة التوك توك الذي يعمل بها عشان يساعد أهل أسرته ويساعد أمه وأبوه، وقام بسرقة التوك توك وباعه لكي يصرف على حفر مقبرة آثار، ثم قام بقتل، على حسب أقواله في التحقيقات، قام بقتل صديقه قربانا للمقبرة. والآن احنا مع أهله، وزي ما شاهدتوا وسمعتوا هم عايزين حاجة من الاتنين، يا جثته لو مات أو عايزينه لو عايش. أشكركم أعزائي المشاهدين، أهل مصر في كل مكان، ونلقاكم في حدث جديد وأخبار جديد بمحافظة الفيوم. كان معكم محمود الفيومي، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.